خير لي من أن أسأل أحدا ويدي سفلى وألا أسأل إلا الكبير المتعالي. الله هكذا عزة الله. المؤمن كده. المؤمن ما شوف المؤمن هو رزقه مضمون، رزقه مضمون عند الله، ما تقلقش من الغد. الناس كلها في حالة قلق. وفي السماء رزقكم، هو المسألة والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا. القضية ليست في رزق، القضية في الكم، نريد الملايين والمليارات وتأمين مستقبل الأولاد. لا لا لا، أنا أريد الكيف، أنا أريد درهما حلالا فيه بركة الملايين. ها أنا لا أريد. الآن أصبح الكلام ماذا تركب من سيارة فارهة، أين تقطن، ماذا تلبس، ماذا تأكل، صبغة العصر. شوف هذه موازين القوم، ونحن والحمد لله عندنا ميزان آخر، عندنا أو المفروض أن يكون هكذا. وإلا نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. كلمة سيدنا عمر. تمام. غير كده ده كيمياء السعادة. نعم. هي حطها كده كيمياء السعادة. نعم. بارك الله فيكم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، الملابس بس لأنه حرم عليهم في الدنيا. نعم. حرير سبحان الله. متكئين فيها على الأرائك. متكئين بقى قاعد ما فاضي. فاضي بقى قاعد سبحان الله يعني قاعد ينعم. معذرة الاستطراد جانبي. نعم نعم. الحرير حرموا منه في الدنيا. أيوة. هنالك بعض الملابس فيها حرير. عباية مثلا، عباءة كذا فيها خيوط حرير. نعم. هذه حرام؟ لا، الحرير الطبيعي حرام على الرجال. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الطبيعي اللي هو من دودة القز الطبيعي حرام على الرجال المسلمين، حلال للنساء. أيا كان حجمه ولو يعني بعض الخيوط. يقال أن صحابيا رأى أخاه في الرؤيا، قال كيف حالك بعدما مات؟ قال حسبني على أشياء ما خطرت لي على بال، مزقت قلنسوتي فرتقتها بخيط حرير. الله أكبر. فقيل لي أما علمت أنه حرام؟ خيط سلم يا رب. المسلم حريص. صحيح. وبعدين الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا اوجد لنا 100,000 انواع من الملبوسات. خلاص سبحان الله العظيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله اكبر. نعم يا سيدي. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لحراره شمس، ما شمس مش حرارة. الشمس الزمهرير هو شده البرد الشديد. لا 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 لا، في وادي في جهنم والعياذ بالله، عبرنا عليه والعياذ بالله في ايام لا نود العوده. لا خلاص ان شاء الله باذن الله نظل في الجنه. ودانيه عليهم ظلالها. ظلال الجنه، ظلال الاشجار اللي فيها. قال لك الاشجار في الجنه ايه؟ قال لك ترتفع لو اراد احد ان يصعد الى فروعها كده على مهله، يعني استغرق 100 سنه. بزمن الاخره عم بزمن الدنيا. الله من سنه ومن كان 100 سنه بالدنيا. الدنيا يعني سبحان الله. سبحان الله. لما انت تقعد على الارائك كده، الظلال البعيده دي الارائك جمع اريكه وهي المجلس المستريح، يسموها الايه، الكنب في الدنيا، لكن هو الارائك سبحان الله. الارائك اللي هي المقعد اللي له جوانب. له جوانب، لازم يكون له جوانب عشان هو متكئ. سبحان الله. الفرش والتنافس. وصف جميل. الله يرضى عليك. فيبقى قاعد كده وايه، وبعدين الظلال من البعد الشاهق ده، دانية عليهم ظلالها. يعني ايه؟ الظل نزلت عندك. نعم. قال ايه؟ وذللت. قطوفها تذليلة. شوف الشجرة فين؟ وبعدين يقول الله ثمرها جميل، تنزل الثمرة. ذللت. الله. عشان ما يتعبش، هو تعب في الدنيا. كد في الدنيا. مش جابوا الراجل اللي هو ما شافش هنا في الدنيا ابدا، ما شاف الويل والذل وعذب وسجد سبحان الله، وانتوا خير واخره، وبعدين غمسوه غمسه في الجنه، بس غطوه غطه. قال فخر لك القمر ليله التنان عبدي، هل رايت بؤسا من قبل قط؟ قال يقول وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني، انا نسيت الهم بتاع الدنيا. ولذلك هو اول منازل الاخره في البرزخ، لما حكينا يقول لك الراجل اللي قعدوه كده يدسوه الملكان، يقول لك مؤمن، فيقول اتحب ان تعود الى الدنيا؟ تقول الدار الهموم والاحزان ترجعاني، قدماني الى ربي قدماني. في ايه؟ انتهت المهزله. صحيح. انتهت. سبحان الله. الستار ازدل على هذه. سبحان الله. نعم. ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة. شوف تذليلة يعني سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة عشان محرمة في الدنيا.
سبحان الله. أكواب الفضة ونات الفضة والذهب ممنوع. طبعا الأخوة المشاهدين والمشاهدين عارف طبعا يسألوا الصباح للهواتف ده. طيب المغطى، الطبقة المغطى بالذهب المغطى الذهب الخالص والفضة الخالصة أو كوب فيه أغلبه ذهب أو أغلبه فضة يصير حرام. الملاعق السكاكين هذا حرام. طبقة هكذا لا بأس. لأن بعض الإخواننا الأثرياء يقول لك إحنا وضعينه في البيت وتحفرية ابن الحلال، أنت مش هتاكل فيه، لا إله إلا الله، خليك عشان تاكل الأكل الحقيقي يا ابني. ده كل ده ممر مش مقر. صحيح. ويطاف عليهم يعني الخدم. أتى بالفعل مبنيا للمجهول. عشان الله أعلم هم ملائكة، هم الغلمان، هم من الذي يخدم؟ عز. سبحان الله. مش عرطوبة لك منزل الملوك. وقت لما تروح عند واحد ثري مش واحد يجي طلق الطعام واحد تاني واحد يقدم لك، مش واحد يخرج واحد ياخد الطبق ويحط لك طبق اخر. سبحان الله. عز. سبحان الله. تخيل بقى لما يكون مش واحد منكشر وبص على وبص على انت بتاكل، لا تاني يقدم فقط ويمشي. سبحان الله. ودي متعه ثانيه. سبحان الله. هذا يا سيدي. ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ايه الكلام ده؟ اكواب جمع كوب. ايوه. والكوب فارغ. والكوب ما له يعني كده يقول عليه ايه يعني ماسك زي ايه يقول عليه اذن. ده كوب. ده كوب. اما الكأس ليس له. طبعا. نعم. كمان الابريق لا له ايه يد تمسكه. خلاص. اكواب بآنية من فضة واكواب كانت قوارير. قوارير هذه زجاج. ايوه تمام. زجاجات طبعا زجاج خلقها ليه؟ قال زجاج من فضه. زجاج الدنيا ها مصنوع من تربه الارض. نعم. من السيليكون ومن السيليكون اللي الرمل. صحيح. من الرمل. وزجاج الاخره من المسك لان ارض الجنه ايه؟ لان ارض الجنه مسك. هي دي صناعه ودي صناعه. كل شيء عنده ارض. صحيح. منبت الصناعه المنجم. يتشابهان في الاسم فقط. فقط. وآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. قوارير من فضة. تقول إزاي هو زجاج ولا فضة؟ لا، في نقاء الزجاج في في, في ولون الفضة. تأخذ أنت نقاء عجيب. زجاج عجيب. ولون فضة. من أين تصنع هذه الصناعة إلا صانعها رب العباد؟ قدروها تقديرة. يعني إيه قدروها تقديرة؟ يعني الخادم هو يضع لك يضع لك على قدر ما تشرف فقط. انت احيانا تدخل عند واحد يروح يجيب لك كل اكواب مليانه وخلاص. الله يمكن مش عايز تشرب كوب مليء. الله عز وجل يشعر يد الذي يصب نيتك في الشرب. انت عايز نصف الكوب ثلاثه اربع الكوب يعني حتى لا نطلب ماذا نحتاج. لا مش هطلب ماذا نحتاج. حتى يعطيك على قدر ما تشرب فقط فلا تبقي في الكاس. انت لما تشرب شيء وتبقي في الكاس تشعر صاحب البيت ان ايه انت شربك اي كلام. صح. ولكنه قال من البروتوكول ان تترك بعضا في الكاس. لا 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 الطبق يستغفر للعاقه. انت بتعرف يمكن هو ده يمكن ده اللي فيه الشفاء. سبحان الله. انتم لا تدرون ان تكون البركه. انت عارف البركه فين يا ابن الحلال. وبعدين سبحان الله يعني قدروها تقدير. يعطيك على القدر. انت عايز قد ايه سبحان الله من غير ما تطلب. سبحان الله. مش فيه الان الاستشعار عن بعد. بيعرف مش عارف الايه قبل ايه والكلام ده هذا ما صنعه البشر. صحيح. فما بالنا برب البشر. تمام كده. طيب يا سيدي. بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا. الله. يعني فيه أباريق. وأكواب. وفيه أكواب. وفيه كؤوس. جينا هنا للكأس. نعم. كأس ده مليء بالإيه؟ خمر. بالخمر الذي لا تغتال العقول. ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. يعني لا يصد عنها ولا ايه ولا تذكر ولا تتبع عقلها. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الزنجبيل لان الزنجبيل في الدنيا لسرعه الهضم. الزنجبيل يعطى في الدنيا لسرعه الهضم مع رائحته مع ما يعمل في 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 الحلق. سبحان الله. بس ابن عباس قال ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء فقط. بس لكن هي ارقى من هذا طبعا. هنا مزاجها زنجبيلا كان هنالك مزاجها كافور. كافور. هنا زنجبيل انواع تنوين. سبحان الله. ما هو شوف اي دار اي مكان في الدنيا انت تيجي في يوم من الايام تزهق منه عايز تمشي. نعيم الجنه اعظم نعيم لا يبغون عنها حولا. لان الانسان قد يمل من النعيم. كل يوم نعيم كل يوم نعيم
انا عايز شويه بؤس. فاكر؟ لا الله عز وجل كل يوم لحوم نريد ان ناكل فول مثلا. بعد كده ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها في عين مخصصه تسمى سلسبيلة. السلسبيل من السلاسه. السلسبيل من السلاسه والسلسبيل من تسلسل النعم ورا بعضها. ولكن هو تحدث عن الكاس والكاس مرتبطه بالخمر. تمام. والخمر ايه تلاقيها انهار وعيون مش زجاجه. سبحان الله. سبحان الله. عينا فيها تسمى سلسبيله. اسم العين هكذا. اسم العين سلسبيل. اسم العين هكذا. سلسبيل. والله كان ليا عمه رحمه الله. الله عليها كان اسمها سلسبيل وكنت احبها لاسمها سلسبيل. سلسبيل. طبعا على احد المشاهدين ينجب سلسبيلا. والله اسم جميل. اسم جميل سلسبيله. سقانا الله منه. وعلى ادم يوم ويطوف عليهم ولدان مخلدون. هنا النعم كثيره ما زالت الايات في هذه الصوره تستطرد تلك النعم. الله احنا ما نتاحنا مش قلنا هنعمل جوله. سبحان الله. سبحان الله. طيب ويطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكل. ليه مخلدون؟ لما يكون عندك سائق امين او موظف امين في البيت او في العمل او مدير مكتب ها او واحده تعمل طباخه في البيت وامينه واكلها طيب تبقى قلق انها لما تمشي الى بلدها نعمل ايه وتمشي ازاي. طب وده مين يوصل الاولاد للمدارس؟ تقلق. صحيح. لكن ربنا يقول لا دول الخدم دول مخلدون لا تقلق الخدمات دي مستمره. سبحان الله. ما فيش يوم من الايام لا انت خلاص اموالك انتهت احنا خلاص هنمشي لك الموظف. لا ولدان المخلدون. ولدان جمع ولد. جمع ولد صغير يا صغير. صغار. صغار هم صغار. هل ملائكه ام من البشر؟ اما ان الله خلقهم بيده يكون فيكون واما انهم ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا. سبحان الله. عشان سبحان. ولكن اميل الى ان هؤلاء الولدان خلقهم رب العباد لان ممكن يجي يخدمني ابني. مش عايز ابني يخدمني. انا عايز حد تاني. انا عايز ابني هو جنبي عشان ما فيش حزن. صحيح. سبحان الله. ويطوف عليهم ولدان يطوف كل شويه يطوف سبحان الله عليهم ولدان اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. مش تصحي الساق الصبح من كلضه في وشك وقول عايز ابني يا ستار يا رب لا اقود انا السياره احسن عشان كده شكله مش مريح. صح. تبتسم. والله لابد انا عشان الابتسامه يا ابني. والله سبحان الله. ادام الله عليك. واذا شوف بعد النعيم ده كله يقول ايه؟ واذا رايت ثم. اذا رايت هناك ثم بمعنى هناك. واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. خلى النعيم ايه؟ نكره. يقول لك ياه ده انا رحت في البتاع لقيت ناس. يعني ايه؟ عدد ضخم كتير. النكره للايه؟ للتكثير. التكثير. واذا رايت ثم هناك رايت نعيما ها وملكا كبيرا. الملك وملكا كبيرا. مش من باب التملك يعني. ده باب انك ملك. ملك بس ملك ايه؟ ملك كبير وملك ايه؟ صادق. ليه؟ لان ربنا قال في مقعد صدق عند ملك مختار. كل مقعد يزول فهو مقعد كاذب وكل مقعد يدوم فهو الملك الحقيقي. وهذا المقصود بقوله في مقعد صدق عند هذا هو المقعد الحقيقي. الحقيقي الذي لا يزول. هارون الرشيد وهو ينازع قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. عليه أدب مع الله الذي شوهه صورته يعني. سبحان الله. طيب يا وإذا رأيت الخطاب لمن؟ أنت مؤمن يا سبحان أنت مؤمن سبحان الله. وإذا رأيت ثم بعد كله رأيت نعيم أو وإذا رأيت يا محمد يعني كلام له أيضا في البداية عشان هو مبلغ. صحيح. ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر يستطرد ايضا في الوصف. سبحان الله. سبحان الله. عجيب. سبحان الله. عليهم يعني سبحان الله ثياب سندس خضر. السندس اللي هو ما رق من الحرير. الحريره. سبحان والاستبرق ما غلظ منه. فالملابس الداخليه للملك الجنه حرير. مش الياف صناعيه تعمل له حساسيه وتخلي جسمه عينه ويروح على المستشفى ويدي له كريمات ويضر بجسده. سبحان الله. ف سندس خضر واستبرق بس
وحلوا أساور من فضة. ها؟ قال لك الفضة، الفضة دي عشان الرجال، لكن الذهب للنساء. هذا قول. لكن في كلام بعدها وهنجي نفصل هذا أكثر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طهور من إيه؟ كيف سقاهم ربهم أولا قبل الطهور؟ يسقيهم الله سبحانه وتعالى بيده. يعني الله سبحانه وتعالى من منه وفضله وكرمه بعد ما ياخذوا الشراب اللي مزاجه كفور ومزاجه زنجبيل والعين اللي فيها سلسبيل كل ده، ويطوف ويطاف، وربنا أعد لهم تحت العرش في يوم يساوي يوم الجمعة. ما احنا ما فيش أيام، احنا نعرف الأيام بإيه؟ بشروق الشمس وإيه؟ وغروبها. وغروبها. طب ها هناك إيه؟ قال إيه؟ الظل يرد الرواح إلى الغداة والغداة إلى الرواح. سبحان الله، الظل كده لا يوم في الجنة، لا الظل ممدود، ما فيش ليل ولا صلاة ولا عبادة ولا غيره. لا ما فيش. سبحان الله. لا خلاص دردشة وعز وفسحة وأكل وشرب. سبحان الله. الله أكبر. فيوم يوازي زي من المسلمين كانوا يجتمعوا من الجمعة، يروحوا يجتمعوا في سوق الجنة، يدخل عليك ملك من الملائكة عند السوق، لا يدخل في عليك في 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 ملكه في قصوره. نعم. قصوره ونوره وحوره ودوره. سبحان الله. معه بطاقة، بطاقة عضوية، دعوة ربك يستزيرك فزر. الله أكبر، لا إله إلا الله. نأتي للحديث. نعم. ولكن بس عجالة، أنا هنعود للكلام ده تفصيل سنة نأتي. فهم ماشيين تمطر عليهم الجنة، مطر ينزل، مطر كده مسك وعنبر وروائح طيبة. يقول الله عز وجل: يا ملائكتي، هل طيبتم أهلي وعبادي وجيراني ووفدي؟ يقولون: بلى يا ربنا. قال: أطعموهم. فتأتي أنواع من الطعام ما أكلوها من قبل في الجنة، لذلك لدينا مزيد. هل أطعمتوهم؟ اسقوهم فيسقوا شراب. سبحان الله. اكسوهم، تنزل ثمرات الـ 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 الجنة تنعن حلتين ما رأى الإنسان أحلى منهما يلبسهما. سبحان الله. ويتوقع الرد: يجتمع الجميع كما كانوا يجتمعون يوم الجمعة. تعويض. سبحان ولذلك يا بؤس عبد لا يصلي الجمعة، من ترك جمعة دون عذر طبع على ثلث قلبه، ومن ترك جمعتين دون عذر طبع على ثلثي قلبه، ومن ترك جمعة ثلاث طبع على قلبه كله، فران على قلبه وحجب عن نور الله. لا إله إلا الله. وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا إن شاء الله. بس احنا مع بعضهم البعض، هم يعرفون بعض طبعا، وأقبل بعضهم على بعض. من إيه؟ سبحان الله. لا إله إلا الله. لأن أنت تحب أناس ما رأيتهم. يعني بالله عليه لما أقول لك أبو هريرة تحبه؟ شفته؟ لا. تعرف كيف صفته؟ لا. تقول عثمان بن عفان، نقابلهم في الجنان بإذن الله. يقول أنت، يقول أنا أريد أن أجلس مع خالد بن الوليد ليحكي لي قصة حرب اليمامة، ينقلك الملائكة فورا. ومن ممكن أن نرى المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أنا أريد أن أجالس الحبيب المصطفى. حبيبي يا رسول الله. سبحان الله. أريد أن تحدثنا عن ليلة يوم الغار، تحدثنا عن إسراء المعراج، تحدثنا عن أول آية، عن أصعب يوم. أحد يتسامرون. سبحان الله. سبحان الله العظيم. الله أكبر. لهم ما يشاءون عند ربهم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بس سبحان الله. نعم.